أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خاطب السيد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور مواطني مدينة مليط يوم الخميس 20 من شهر 7 الجاري أثناء زيارته للمدينة، وتحدث في مواضيع متعددة أهمها إبراز الموقف أثناء الحرب وكيفية تفادي انزلاق دارفور نحو الحرب الأهلية. في حلقتنا الليلة نقدم لكم جزء من هذا الخطاب فنستمع إليه. المرور بتاعتنا ده قصير لأنه أنتوا عارفين الظروف بتاع بلد ده كلها، يعني ما ظروف العادية اللي ممكن الناس تجلس وتعمل لقاءات وتعمل برضو عدد من الدورات التقليدية الناس بتعملها، ده ما وقته. نحن في وقت صعب جداً، وجينا في الحقيقة في دارفور هنا ذاته أصلا لحفاظ الأمن ولحفاظ يعني النسيج بتاعتنا بتاع دارفور ده بألا تنزلق أو لا ينزلق إلى الحروب باستغلال الضعف الموجود والغياب الحكومي والكلام الموجود ده كله ممكن بخلي الناس بالذات الأصحاب الأطماع الذاتية ممكن يخلقوا انحراف اللي ممكن ما بنقدر في الحقيقة بنعالج هذا الانحراف. وعشان كده الرغم ما حصل فينا كبير، اللي حصل في النيالة ما بسيط، في زالنجة ما بسيط، في الجنينة كان أكبر والعازم المشاكل ممكن حصلت في فترة من الفترات، وفي كتم ما بسيط، وفي السريف عمرة ما بسيط، وفي كبكابية ما بسيط، في منواشة ما بسيط، في الطويلة ما بسيط، حتى في داخل الفاشر ذاته يعني بعض المناوشات هنا وهناك ما بسيطة، والكلامنا ما بسيط بالنسبة لنا ما بسيط، حتى في الرهيد البرتي وعندك إد الفرسان وكذلك برام، المناطق دي كلها حصلت المناطق مشاكل، بما في ذلك برضو مورنة، المحليات كثيرة حصلت المشاكل، وبقى في صراع ما بين إنه من اللي يحكم المحليات ومن اللي يحكم الولايات. فنحن ما شايفين الصراع ده في الحتة دي، لأنه الصراع ده شكله مش صراع القديم اللي كان الناس ماخدينه وماخدينه وكان بخلفية بتاعته في عدد من القضايا السياسية وفي عدد من القضايا الاجتماعية وقضايا اقتصادية، قضايا منطقية إنه الناس تخاطب، ما في خطاب له غير إنه ده الكيزان ده الميليشيا ده الكيزان ده الميليشيا، ناس مستهبلين سايت على الاثنين ما عندهم موضوع، ما في أي خطاب بيناتهم وما في أي ذات السبب في إنه يتحاربوا كويس. فلذلك نحن اصلا الحرب ده اذا كان في منطق للطرف من الاطراف كان نحن وقفنا معه، في كان منطق لطرف من الاطراف كان نحن وقفنا معه كويس، لانه كنا شهود على ان كيف تدار الدوله في الوقت في فتره بتاعت 3 سنوات او 2.5 سنين نحن شاركنا، كنا شهود على ان كيف تدار الدوله، كنا برضو بنقف في ابواب سواء كان الرئيس أو نائبه، نقف في أبواب عشان نقدم لدارفور، فطلعنا صفر اليدين من خلال السنتين الفاتت، وبالتالي ما في واحد اللي داير يغتصل بالحرب بيقول إنه أنا شريف وفلان ما شريف وكذا، ده كله استهبال سايت، وبالتالي ده إزهاق للأرواح وده إزهاق لبلد وده تدمير للبلد، ونحن نتمنى إنه الحرب ده تقف في النهاية، والبطالين والسمحين كلهم أولاد هذا البلد، يعني أولاد السودان وأولاد دارفور، يعني إحنا ما عندنا أزول يعني بنقدر نشمت عليه بأكثر من أي شيء تاني غير إنه هو بولد من أبناء البلد وأبناء السودان، فقط خليه يوقفوا لنا الحرب. طيب أنتوا بطريقتكم بادرتم وقعدتوا مع بعض وكونتوا نسيج وعملتوا ليهم الإدارة سميتوها لجنة الطوارئ العليا، وافتكر دي حاجة كويسة جدا، رغم أنه التعليمات بتيجي من خرطوم، يعني كان جاء التعليمات من خرطوم قال لكم أضرب جنيه بدم مليط، أنتوا تقدر تقولوا لا، لكن بقدر إمكان أنتوا حافظوا على النظام الداخلي في المليط، ونحن قاعدين نتكلم معهم دائما، كان سواء كان ناس الجيش أو ناس الدعم السري قاعدين نتكلم معهم، قاعدين نقول لهم يا جماعة انتوا حرب بتاعتكم اللي خلت انتهي هناك، وقفوا حربكم ده هناك، ما تجيبوا لنا في الدارفور. وبعدين الجيبانة في الدارفور ذاته بطريقة شينة جدا، بطريقة أهلية، بطريقة فيها إثنية، ما بطريقة بتاعت حرب فيها قضايا بوراها،
فيها طموح بتاع انه الزول يحكم بالعداله فيما بعد، فيها ما في ملامح بتاع السلطه كله كله، يعني كلام فارغ سايد. زول يقتلوه باللونه، زول يعني ده كمان بروت باللونه، زول بيقتلوه باللسانه، ده بروت باللسانه، ده ما حرب. حرب زي ده اصلا اذا احنا دايرين نقودها البلد ده ما كان قائمه، الناس دايرين نقود حاجه بديله. الحاجه البديله هي الحياه اللي انتم عملتوها الشعبيه دي، افتكر ده كويس، بنيتوا نسيج وعروا كل من داير يسعى لخلق الفتن، ده واحد. الشيء الثاني فيما يلي موضوع بتاعة الحفظ بتاعة الامن، في الحقيقه احنا ساعين شديد جدا، لا بامكانيات الدوله لا بامكانيات حتى بالامكانيات بتاع الضرائب بتاع الجمارك بتاعتكم، لان احنا ما قادرين نشيلها، لكن عاملين قوه مشتركه من جيوبنا، نحن حاملنا من حدود ما ليبيا من العوينات، عندنا قوات قاعده هناك منتشره للأطرون للوادي حور للحدود ما تشات، العربات ده قاعده تيجي لانه في حاجات ده هناك. فيما يلي موضوع بتاع البوابات ده، نحن لما نمشي انا بقعد مع قاده بتاعت القوه المشتركه دي، يعملوا طوف يجي يوقفوا البوابات دي، ان شاء الله يختصروا ويعملوا بوابات، لانهم وجودهم برضه مهم طبعا، وجودهم مهم لانه الحته دي ما في فراغ واسع جدا، يعني من لغايه كفره فراغ، لغايه كده على الطينه فراغ كويس، حتى كده على من أطرون وغادي فراغ. الفراغ ده عشان يتملي لازم يكون في بوابات على الاقل، لكن بوابات فيها نوع من الضبط، وبرضه تختصر وتعمل بوابه واحده اثنين ثلاثه اوكي، وبعدين بوابه واحده ما هي حركه عامل لها علم ينقور بتاعه يقول له انا كده اجيف عربيه، ده برضه ما كلام ما مقبول، يعني احنا شفناه في الطريق ده. اصل بوابات ده ما شغل بتاع التجنيد، يعني مشكلتنا اهل السودان ده بيقولوا ناس فلان عندهم حركه، انا برضه نعمل حركه، هسه كده عملنا كده لغايه ما هسه عندنا 6-7 حركات، ده كله لانه ناس فلان عندهم حركه، انا برضه نعمل حركه، بعمل حركه طوالي بيجري بلقلو شجره فيها دول كتير، دول كبير كده بيمشي يرفع النقور كده يخط علامات كده بطريقته، ده طبعا ده مشكله بتاع ناس دارفور، عدم النضوج كبير. لكن على كل حال ان احنا رغم المصايب رغم العواصف رغم الصعوبات دي بقدر امكان نقلل من الصدمات اللي ممكن تقع بقدر امكان، يعني نحاول نتعامل مع الجيش مع دعم سريع بقدر الامكان، المحل اللي فيه جيش نتعامل مع الجيش، المحل اللي فيه دعم سريع نتعامل مع دعم سريع، المحلات الثانيه نتعامل مع اللجان الشعبيه اللي موجوده زي اللجنه بتاعتكم دل، بالاضافه لكده يعني برضه بندفع دمنا بندفع، يعني قاعدين نأمن من الكوستي حتى ناس الكردفان الليلة الأمن بتاعهم عند القوى المشتركة دي، فحكاية صعبة جدا. إذا حكومة ما عندنا مشكلة، لكن ده ما حكومة ده حركات، الحركات اللي كان الناس بيزموها بيقول له ده الحركات ده النهب داك الليلة ده الناس اللي بيقولوا أنا نحارب النهب داك قاعدين بنهبوا دولة ونحن قاعدين نحارب، شايفينه كل الناس شايفين الكلام دي منو نحابة ده بعد ده خلاص، مفروض الناس يكتبوا التاريخ، والتاريخ مفروض يكون فاصل ما بين الاتهامات الباطلة اللي كانت ماشية على الحركات والقضايا الماشية، مع انه انا ما داير اتكلم في السياسة، لكن الالم الماشي في انهيار الدولة ده صعب جدا، الالم الماشي ده الم كبير جدا، وبالتالي هذا الالم يجب ان يزال بمصالحة بحوار بجلوس مع بعض بعدم المحاباة بتضحية. فعشان كده نحن دور بتاعتنا دور بتاعت حماية ودور بتاع حفظ الأمن نتكلم معه، الزول الوقف معانا إنه يا أخي داري حافظ الأمن نقف معه، الزول ما داري حافظ الأمن خلاص ونحن برضو نتصرف معه. نتكلم عن فاشر، استقرار الفاشر طبعا أهم من كل المحليات دي، لأنه مع انهيار الفاشر المحليات تنهار، ونحن متأكدين لولا تكوين هذه القوة اللي كوناه يوم ذاك أدينا الثلاثة حكات ديل، لولا يوم ذاك الفاشر ده كان انهارت، انا متاكدين من الكلام ده، صحيح في اراده الله، صحيح في جهد متبادل، لكن لولا ذلك كان فاشر ده انهارت، بانهيار الفاشر ده انهيار دارفور كله، لانه فاشر انتم عارفين انه من ناحيه رمزيه عاصمه لدارفور، من ناحيه رمزيه برضو عاصمه تاريخيه كبيره جدا وليس لدارفور بل حتى للسودان، وبغياب فاشر بالتاكيد هتغيب مليت، هتغيب كوما، هتغيب وشفتها كتال، هتغيب شنقلطوباية وهكذا. عشان كده نحن هسا متحدين في حاجتين، بعصا وجزر، بجزر انه يا جماعة اهلنا ناس الجيش ناس الدعم السري ما تحاربوا لنا في الفاشر، انه يا جماعة الناس البدارين ينهبوا السوق ديل ما بتنهبوا السوق، عشان كده نحن منعنا، وصلنا القوة مشتركة واقفة هناك، القوة المشتركة لغاية حسا قاعدين باكلوا بمندولات بتاع اخواتهم، ما في حكومة قاعدة تدفع للناس،
بمن دولة أخواتهم قاعدين تأكل القوى المشتركة دي. عندنا أكثر من 7 شهيد بعد ما القوة دي نشرناها هناك. ليه؟ لأنه الجماعة دارية يجي ينهبوا والناس يردهم، يجي ينهبوا والناس يردهم. فهسي نحن نعزز بقدر الإندنة دي، نعزز في الفاشر. إذا فات والقوة دي زادت من الحاجة بتاعت الفاشر، بعد ذاك ندعم بالآخرين، ندعم بالنيالة، فهكذا. لأنه السلوك اللي نحن شفناه عشان ما يتكرر، نحن نعمل ما يلينا وبقدرتنا اللي نحن عندنا. أنتوا برضو ساعدونا في ذلك، ما تعتمدوا على القوة المسلحة دي براكم. أنتوا صلحوا نفسكم، شيلوا السلاح. أي زول يقعد في خشم بيته يشيل سلاح، الوضع الماشي دي شيلوا السلاح. أي زول يحمي بيته، زرعه، أسرته، لأنه أهانة ما تقبلوا يا جماعة. زول شماسي واحد بسلاح يجي يحرق البيت، يجي يغتصب الأخوات، مش لأنه عنده حكمة، لأنه عنده سلاح. فبالتالي السلاح في هذا الظرف حلال. كان دايرين أوراق برضو نطلع عليكم كحاكم أقليم لغاية ما أمور ده تنتهي. بعد ذاك كان بقيت في حكومة معقولة والناس اقتنعت، السلاح تمشي للمخازن. لكن حسي ما في واحد عالى على الآخر، فهذا هو السبب. بالتالي أنا أقول لكم إنه نحن بنقف معكم في الصغيرة والكبيرة، بنقف معكم خاصة لما تكون ما عندكم قبائل، لما تكون ما عندكم محاباة فيما بينكم، لما تكون ما عندكم القبلية والعنصرية، لما تكون كلكم مليت شعب واحد، دارفور شعب واحد، لون واحد، كلمة واحدة، لغة واحدة. في حال دي نحن بنقف معكم، لكن لا نقف مع قبيلة هذه ولا قبيلة ذاك، لا نقف مع دعم هذه ولا جيش ذاك، خلص. نحن نقف مع القضايا، ولم نجد قضية من وراء هذه الحرب. فده الموقف بتاعتنا. عبر هذه المنصة أقول لكم التحية والسلام عليكم.